سهرة الحمود، عمري 36 سنة، عايشة بهالبيت من شي 6 أشهر. يعني أكثر شي تواجهني الصعوبات الضغوط المادية، يعني صعوبات الحياة بشكل عام ما تنعاد. يعني الحب بالنسبة لأني إلي، يعني أولادي هم أهم من إنه البيت واللي بي تعليمهم، هم وجودهم معي سعادتهم أهم شي بالنسبة لإلي. إنه بحلم إنه يكملوا تعليمهم، حياة أفضل، يكونوا سعيدين مبسوطين بالأيام الجاية إن شاء الله، إنه يكملوا للآخر وينسوا الأيام اللي عدت عليهم. استلمت من الكاريتاس السنة الماضية بالشتوية غرطاسية لأولادي، اشتريت لهم لبس من المدرسة طبعا ودفاتر وأقلام مستلزمات المدرسة. رديت استلمت مرة ثانية، اشتريت بطارية مشان إنارة، يعني ما كان عندنا ضوء بالليل.